المهندس إبراهيم العناني رئيس شركة القيصر للإنتاج الحيواني بدأ حياته من تحت الصفر كمربي للعجول، وأول عجول رباها بنفسه كانت 3 عجلات رضيعة، يعني قصة نجاح من العيار التقيل في قطاع الإنتاج الحيواني. والنهاردة عنده مزارعه العملاقة اللي طاقتها 50,000 رأس، واشترى كمان أرض مجاورة 25 فدان عشان يرفع الطاقة ل 100,000 رأس. ما شاء الله بجد. ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. وأنا راح أشتري الرضحية أفهم منين هل هي شربة مية؟ هل هم مأكلينها ملح؟ بص يا فندم، عايز أفهم الكلام ده. أنا قلت لحضرتك يعني إيه اللي بيعملوه ونكشفه إزاي؟ هو حضرتك لو حد اشترط عليك إن أنت توزن في وقت معين، اعرف إن هو هيحضر لك الحاجة. تاني حاجة حضرتك، إن العجل اللي أنت بتاخده سايب دوت صعب اللي أنت تحضره، لأن الأكل قدامك. والدبحة في المجازر من فضلكم عشان الكشف البيطري. بالظبط. فيها أمراض خطيرة جدا يا جماعة، صح يا حاج إبراهيم؟ بالظبط يا فندم، موجود طبعا، وفي المجازر الطبية البيطرية موجودة، والدكاترة بتاعتنا بسم الله ما شاء الله مؤهلين إن هم يكشفوا على كل شيء. قمة التشدد في المجازر كمان. فده بيبقى أمان بالنسبة للمضحي، وربنا كل سنة طيبين.